السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعذروني، على بالي الأنترنت شوية ضعيفة ضعيفة جدا جدا، لهذا اللايف ما حبش يطلع لي، ما على باليش دوكا راهو يطلع والصوت ويلحقكم ولا لا لا. أنترنت ضعيفة جدا. مرحبا بكم جميعا، قولوا لي برك الصوت كالعاده لا راهو يلحق ولا لا. لقطكم الانترنت راهي ضعيفه جدا. مرحبا هبه، اهلا وسهلا. قولوا لي برك الصوت من فضلكم. دعاء، مرحبا دعاء. اوكي، بارك الله فيكم، شكرا لكم. اليوم ان شاء الله راح نبداو درس جديد، اليوم راح نبداو درس جديد، وهذا درس جد جد مهم يا اخي، لازم تتعلموه مليح ان شاء الله معايا. عندنا حرف الاس يا اخي، اليوم راح نقراو حرف الاس، حرف الاس وحالات النطق تاعو، يعني كيفاش راح ننطقو الاس، ساعات يكون اس ساعات يكون زاد، دوك راح نتعلمو مليح. مرحبا ام ايوب، وراح نتعلمو حرف الزاد، وراح نديرو تمارين تطبيقيه واملاء كالعاده، واللي فاتوه واللي فاتوه كامل الدروس الاولى يروح لقناتي دروس وملخصات، تما وهلا راح يصيب جميع الدروس من الاول الى الاخير. اوكي، هكا باش نبداو. مرحبا عادل، مريم بجايه، مرحبا. هيا دوكا نبداو. اوكي، دوكا نبداو نتعلمو هذا. واش من الحرف هذا؟ حرف اس، هذا حرف اس، اس اي نتعلمو كيفاش نكتبو الاس. تبعوا معايا هاي ديك الاس كيفاش نبداوها، هاكا ونطلعو ونحطو هاليك الاس، اس ماجوسكول كورسيف. ايوب ام، راح تلقاو الدروس كلها في قناتي دروس وملخصات تموهلا، دروس وملخصات تموهلا. دوك نكتبه لكم، دروس وملخصات تموهلا، ندير لكم ايبينغلي باش هكا تشوفوه كامل. هذه هي القناه تاعي، اللي يحب يدخل القناه يسيب دروس من الاول، فهذه هي اسم القناه. نكمل معاكم، نبداو حرف، قلنا حرف الاس، هذه اس ماجوسكول كورسيف، اس ماجوسكول كورسيف. اوكي، دوكا نروحو اس مينيسكول كورسيف، اس مينيسكول كورسيف. نكملو صغيرة، نكتبوها شوفو هاكا، نطلعو غير درجة برك وندورو هاكا، هايليك اس، اس مينيسكول كورسيف. دوكا نزيدو، هادي اس ماجوسكول سكريبت، اس ماجوسكول سكريبت. مرحبا انا هيد، نكملو هاي ليك اس ماجوسكول سكريبت. لؤي ونورا سنه خمسه، مرحبا بكم. دوكا نزيدو اس مينيسكول سكريبت، شوفوا تكتبوها هكا صغيره، ماشي تطلعوا هنا على زوجه في خط هذا وهذا وتكتبوا الاس هكا صغيره، اس مينيسكول سكريبت. بثينه من عنابه، مرحبا. نتعلموا نكتبوا كلمه سلمى، سلمى اي نتعلموا اس ماجوسكول كورسيف
نكتبوا الأو تعلمناه، نتعلموا الأل تعلمناه، والأم تعلمناه، والأ تعلمناه. سلمى، سلمى، هنا تعلمنا نكتبو سلمى بالاس ماجوسكول. نكملو، هيا قراو معايا، هيا نقسموها. أروى من سوق هراس، مرحبا بك، هيا قسمي معايا أروى. الاس والأ واش تولي؟ تولي سا، اس أ سا، ال أ ال أ لا. مصطفى من جلفة، مرحبا بك، شكرا شكرا. سا لا، سا لا، دي والأو دو. سا لاد، سا لاد، سلاد اللي هي السلطة. الخس، اس ا سا لا دو، سلاد. سلطانة من سطيف، وفاء مرحبا، رائد من تبسة مرحبا، مرحبا بكم، أهلا بكم. أي تعلموا كامل اللي ذكرت، كامل أسماواتهم يتعلموا يكتبوا اس ماجوسكول كورسيف، اس مينيسكول كورسيف، اس ماجوسكول سكريبت، اس مينيسكول سكريبت. واللي ما فهمش سكريبت وكورسيف ماجوسكول مينيسكول يدخل للقناة، راح يصيب هذا الدرس، هو الدرس الأول. دوكا نروحو لي سيلاب، اوكي، نتعلمو دوكا لي سيلاب. هيا كامل دوكا قراو معايا، اس ا سا، اس او سو، اس يو سو، اس اي سي، اس او سو، اس اي سي، اس يغريك سي. نقراو دوكا كامل هذو لي سيلاب، سا سو سو سي سو سي سي. خلاص لحد الان نورمالمون كلش واضح. دوكا نبداو حاجه، دوكا حتتعلموا ملاحظه، حنعلمكم دوكا حاجه في الاس. تبعوني مليح، تبعوني مليح، تبعوني مليح. ينطق حرف الاس ز، حرف الاس راح ننطقوه ز. يا اخي انتما تقولوا لي هذه سا، كيفاش اكيد رجعتيها، كيفاش رجعتيها ز؟ اس تولي ز. اذا كان بجانبيه دو فويال، يعني اذا كان قدامه دو فويال يمينه ويساره. نعطيكم مثال باش تفهموا، نكتب لكم في كراس احسن باش تفهموا. اعطيت لكم مثال فوازين اللي هي الجاره، فوازين هكا، فوازين صح. تبعوا معايا مليح ولادي، هذا الفي، هذا الاو، هذه الاي، هذه الاس، هذه الاي، هذه الان، هذه الاو صح. وراهي الاس، وراهي الاس، هايديك الاس صح. ها انا جبتنا الاس، الاس الجيران تاعها منا ومنا اللي لاصقين معاها، وشنوهم عندها اللي لاصق معاها؟ الاي، ومنا لاصق معاها الاي. وشنو هو الاي؟ فكروني الاي وشنوها؟ الاي هي، وشنو هالاي؟ الاي، هيا هيا نستنى لي كومونتير. الاي وشنوها؟ ال ا ال اي ال او ال او، وشنوهم هادوما واسمهم؟ واسمهم هيا قولوا لي، قولوا لي، قولوا لي، نستنى في كومونتير. الاي واش نسموه؟ الاي ما جاونيش لي كومونتير. فويال، تري بيان، فويال. الاي هي فويال،
يعني اي الاس عفوا اذا كانوا الجيران، الجيران لازم يكونوا منو منا لي لاصقين فيها، هكا لي لاصقين فيها الاس لي لاصقين فيها الجيران منو من. اذا كان فوايل ماشي شرط الايه، تكون ا تكون او تكون يو تكون اي تكون اي، هادو هما كامل لي فوايل اللي تعلمنا. المهم الجيران تاعهم من ومن، ماشي غير جهه، لازم لي دو كوتي الجانبين. اذا كان فوايل في جوانبها من ومن، الاس هادي تولي حرف الزا، ننطقوها زا، فوايل تري تري بيان تري بيان سي اون فوايل صافي. قلنا الاس اذا كان قدامه جيرانه منو من لاصقين قدامه فوايل، تما تخزر منا تلقاها فوايل، تخزر منا تلقاها فوايل، اذا لقيتهم راح ننطقوها زا، ما راحش ننطقوها سا يا اخي، ما نقولوش فوا سين خاطر هذه اس، لا لا نقولوا فوا، سمعوا فوا زين، فوا زين اوكي. وعلاش؟ باسكو راهي من ومن عندها دو فوايل لاصقه في لاصقين فيهم، سي بوغ سا نطقناها حرف الزا داكوغ. هاي ليك فوازين يعني الاي والاي فوايل والاي فوايل، ها عندك دو فوايل. اذا الاس الاس هذه تنطق زا. الحاله الثانيه، حاله ثانيه هي الربط، يسموها لا ليزون، ليزون لا ليزون لا ليزون، معناتها شغل نربطو هكا لا ليزون. عندنا مثال اسنا نكتبو هنايا باش تفهموا، نعطيكم مثال باش تفهموا واش معناتها لا ليزون، الربط، الربط في النطق. هيا نقراو، هذه لي لي أغبغ 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 معناها أشجار شجرة، أغبغ شجرة بصح لي هذه، ومن بعد نفهمكم المؤنث والجمع والمفرد. لي أغبغ هي هكا نهضرو بصح. شوفوا هذه الأس، شوفوا هذه الأس، راكم تشوفوا الأس واش كاين، واش كاين هذه قبلها او فوايل، هذه ا فوايل. اذا لازم هنا نديرو الربط يا اخي، نديرو ربط واش نقولوا، لي زاربغ لي زا ديريكتوم الاس والان لصقوها لي زاربغ يا اخي، لي زاربغ زعما لو كان نقولوا لي 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 مونتاني، مونتاني معناها الجبال يا اخي، لي مونتاني الجبال. نديرو لي زومونتاي لي مون، ما تجيش كامل. وعلاش؟ هذه صح فوايل بصح هنايا كونسون، الام هذه كونسون ماشي فوايل صافي. الاس يتنطق ما يتنطقش كامل هنا، لي مونتاني ما نديرش لا ليزون يا اخي، مي هنا نقول لي زاربغ، يعني حاله ثانيه تاع الاس وقتاش يتنطق زد في حاله لا ليزون اللي هي الربط لي زاربغ. الحاله الثالثه، اما اذا كان باحد جانبيه فقط فتنطق اس. نعطيكم مثال، مثلا نكتب لكم فيست، فيست اللي هي المعطف، فيستا كيما نقولوا فيستا، فيست راكم تشوفوا فيست، سمعوا فيست، عاودوا فيست، قلت سا سمعتوا قلت زا، لا لا فيست يا اخي فيست. واش نلاحظوا هنايا؟ هيا ولادي واش نلاحظوا، وشنو هذه؟ هذه او او شنوها؟ فوايل صح. دوكا والجار، الجار اللي منا خلاص انا عرفناه فوايل، والجار اللي منا هذا التي وشنوها؟ هذه التي، التي وشنوها؟ هيا نستنى لي كومونتير، التي وشنوها؟ خلاص الاو عرفنا بلي فوايل، والتي التي وشنوها؟
نستنى لي كومنتير ان شاء الله برك ابي يلحقهم. التي لا ماشي فويل، الاو فويل صح، مي تي ماشي فويل. التي وشنوها؟ كونسون. ام عبد الرحمن شكرا، حاملة القرآن شكرا. كهي عادل كونسون تخي بيان، اولادي سر سعادتي تخي بيان. تي كونسون، الاو فويل. شفتو هنايا دخل، انا قلت لكم كي يكون فويل منا فويل منا ننطقوها زد، بصح كي يكون فويل في جهة وحدة ننطقوها سا كما هي، ننطقوها اس، نقولو فاست ما نقولوش فازت. اخي باسكو علاش هنايا منا فويل منا كونسون، تقدر تكون منا فويل منا كونسون. المهم جهة برك تكون فويل، اذا كانت جهة وحدة برك جارو واحد برك اللي عنده فويل تتنطق كيما هي اس، بصح اذا كان الجيران في زوج تاع الاس منه من يمين ويسار تتنطق ز. خلاص ان شاء الله يكون مفهوم. نزيد دوك الحاله الرابعه، وشنوها؟ واش يصرى في الاس؟ اذا كان الاس بين دو فويل، قلنا الاس كيكون اونتر دو فويل سبرونونس معنتها ينطق، كيفاش باش ينطق؟ ينطق زاد. اذا كان الاس بين دو فويل ونطقت سا، تما كيفاش قلتي؟ تقولوا لي كيفاش قلتي لنا، تقولوا لي كيفاش قلتي لنا الاس اونتر دو فويل يتنطق زا هكا، والاس فيها فويل وحده تتنطق سا صح. دوكا انا قلت لكم وكان يكون اس عنده دو فويل منه من هذه فويل وهذه فويل هكا، منا فويل منا فويل، بصح انا نطقتها سا شتو، بصح انا نطقتها سا، لازم نزيدو واحد الحاجه وشنوها؟ نديرو دوبل اس، نزيدو حرفين. نعطيكم مثال باش تفهموا، على بالي مازال ما فهمتوش. بواسون، بواسون معناها السمك، اوكي بواسون بواسون، سمعتوني؟ شوفوا الاس هاوليك جارو منا فويل، الاس جارها منا فويل، شوفوا راهي بين دو فويل، بصح انا نطقتها سا. كيفاش حتى نطقتها سا؟ على خاطرش دوبليت لها الاس يا اخي، باش ما ننطقهاش اس. يعني لو كان نكتب هكا اقراوه، شوفوا معايا بوا الاس هاوليك جارو الاو فويل والجار منا. وي tu peux partager ورا شكون اللي بعثت لي؟ وي tu peux partager با دو بروبليم. كاين اخت راح لي الكومونتير تاعك ام بيسو، بيان سور ما سور tu peux partager le live. poison، وعلاش قلت poison؟ وعلاش هنا قلت poison وهنا قلت poisson؟ كون تسمعوا الفرق تاع النطق، هنا قلت poison وهنا قلت poisson، وعلاش؟ هنايا قلنا الجيران تاعو، هنايا هذا الجار تاعو ومنا الجار تاعو فويل صافي حنطقوها زا، اوكي؟ بصح هنايا الجار تاعو صح فويل ومنا فويل، بصح انا نطقتها سا. الاستاذ زعما يقول لك اكتب poisson، اكتبوا لي كلاس، ايا نكتبوا، هيا استاذنا الاستاذ تاعنا في القسم قالنا اكتبوا لي كلاس، شوفوا كلاس، شوفوا هكا اني صحيحه، شوفوا كلاس اني صحيحه. وشنو هادي فويل، هادي فويل والاس في الوسط، كي يكون الاس في الوسط بين دو فويل واش يتنطق؟ يتنطق ز صافي. واش كتبت انا؟ كتبت كلاز، اوكي كتبت كلاز صافي، راني خاطئه. هو الاستاذ قال لي كلاس، واش ندير؟ كلا
الاس ما لازمش نلاقيها مع الاو، لازم نفصل بينها وبين فويال. واش ندير لها؟ نزيد لها اس واحدة اخرى باش نزيد الاو تولي كلاس. نتمنى يكون واضح، نتمنى يكون واضح. يعني لكان دو زاس تتنطق سا، لكان اس واحدة انتخ دو فويال تتنطق زا. اذا كانت اس انتخ اون فويال برك من جهة وحدة ما كاش جهة واحدة اخرى تتنطق سا. ان شاء الله يكون واضح يا ولادي. ايوه كلاس تري بيان، هكاك تتكتب. لا لا ما رانيش صح، لا ما راكيش صح. فواش ما رانيش صح؟ فواش ما رانيش صح؟ كلاس وي كلاس هكا. اوكي صحيتي، هادي خطا. وي صح، هادي خطا، هادي كلاس، هادي كلاس. شتو الفرق؟ شتو الفرق؟ وعلاش درت اس وحده اونتر دو فويال نطقت لي زا؟ بصح وكان ندير اس باش نفصل باش نبعد بيناتهم. شوفوا لازم نبعد هكا بيناتهم، ما لازمش تتلاقى لي الاس مع زوج لي فويال، ما لازمش، ما يتلاقاوليش منا دو فويال خاطر حتى تنطق لي زا. واش ندير لها في الوسط؟ واش ندير لها في الوسط باش ما تلاقاليش مع فويال وحده اخرى؟ نزيد لها الاس، نزيد لها اس وحده اخرى تولي يقولوا لها دوبل اس، دوبل اس صافي زوج مرات اس تولي كلاس. خلاص سي بون، ايا دوكا روحوا لي زيكزيرسيس ولادي، على بالي بلي تحبوا لي زيكزيرسيس باش تشاركوا معايا. جو سوليني، جو سوليني واش معناها؟ سوليني سولين معناتها نسطر صح، سوليني معناها اسطر. جو سوليني الاس وين نصيبو اس نسطرو تحتها. كو جو فوا ياك، كو جو فوا لي نشوفها. بوي جو لي لي مو بعدها اقرا الكلمات. اوكي مع الاول انا مانيش راح نقرا لكم الكلمات. اوكي وين نشوفو اس قولوا لي نسطر تحتها. عليك اس، عليك اس من بعد نقراوها. هاي ليك اس صح، هاي نكملو. وراهي اس، وراهي اس، هاي ليك اس نكملو. هاي ليك اس شحال كاين هنا من اس؟ شحال كاين هنا؟ وعلاش درنا هكا؟ فهمتكم وعلاش درنا زوج اس؟ وكان نحيت وحده تولي ازيات، مي كي درت الدو تولي اسيات. دوك نقراها لكم. هاي ليك اس واحده اخرى صح، اختي ما نقدرش نعاود من الاول. تدخلي اليوتيوب، هاني حطيت الايبانغليت القناه تاعي من تحت، تدخلي اليوتيوب ان شاء الله اليوم في الليل نحطه في القناه تاعي، راح يبقى مسجل هذا اللايف. هاي ليك الاس، هاي ليك الاس، وهاي ليك الاس. هيا دوكا نبداو نقراو يا شاطرين، هيا نبداو. يا لي صندال، لي صندال. سمعتو قلت الاس ولا قلت الزد؟ قلت الاس. لي صندال ما درتش هنا لا ليزون، وعلاش؟ خاطر هادي كونسون وهادي فويل، ما نديروش لا ليزون. اوكي هيا. اون شو مي سو، سو نقول هنا سو، نقول اون شوميس، ابدا ما نقولوش شوميس، نقولو سمعوا مليحه شو مي ز، ز شوميز. عاودوا معايا شوميز، شو ميز. وعلاش قلت ز ما قلتش س؟ وعلاش؟ شوفوا اوب هاي ليك فويل، اوب هاي ليك فويل، جيرانها دو فويل تولي زا شوميز. اوكي هيا اون ازيات، راني صحيحه خاطر شو على بالي راني صحيحه خاطر هادي فويل وهادي فويل. نقولوا كي يكون اس اونتر دو فويل نقولوا له زاد، راني صحيحه
لا لا مانيش صحيحه. وعلاش؟ خاطر كاين دوبل اس. كي كاين دوبل اس ننطقوها س. اسيت اسيت اللي هو الطباسة طبسي. اسيت. اعتذر على الصوت، على بالكم بلي فريق الوطني راهو يلعب وراهم دايرين حاله هنايا، وراهم يعيطوا سير هدف. المهم ربي يوفق ان شاء الله المنتخب تاعنا. لو سو، لو سو اللي هو الدلو. لو سو ما قلتش لو زو، لو سو. هيا نكمل. الشاطرين هادي على بالي. هيا هيا كامل تقراوها لماماكم. اقراو، انا نسكت، انا ني ساكته وانتم قراو لي هادي مع ماماكم. هيا قسموها هكا، انا نعاونكم نقسمها لكم. هيا قراوها. الاغ والاو واش تولي؟ هيا الاغ والاو غو. الاس والاو سو، صح بصح. الاس نشوفوها الجيران تاعها، شكون عندها الجيران؟ غوز. تري بيان. غوز الجيران تاعها سي دي فويال. الجيران تاعها فويال، شوفوا منو من فويال. هذه تنطق الزا، نقولوا غوز. هاكم تعلمتوا تكتبوا وحدكم غوز، لون الغوز ولا الورده غوز. غوز صح. نكملوا. اون سوب، اون سوب. سوب الاس، لا سوب سي الحساء. نزيدو نقراو هذا الاف. فخاس، فخاس، فخاس. هذه راني صحيحه، خطا ماني، ماشي هذه فخاس. جيران الاس فويال، جيران تاعها في زوج فويال، نقولوا لها فخاز، فخاز ز. اوكي كملنا. روحوا دوكا لحرف واحد اخر. هيا دوكا نتعلموا حرف واحد اخر ولادي، اللي هو اسنا نطلع شويه الكاميرا ما يشتبان، اللي هو حرف زد. زد هيا تعلموا. هيا كامل عطيني القلم. تعلموا كامل معايا كيفاش نكتبوا الزد. تبعوا، عاودوا كتبوا معايا هكا هكا وهكا. زد ماجوسكول كورسيف. نكملوا. زد ماجوسكول كورسيف. فراولة تري بيان. اي بيلا راكي هنا، مرحبا بك بيلا يا الشاطره. شحال عندك ما بنتيش يا الشابه، وحشتك بيلا، عندك بزاف ما جيتيش. هيا دوك هيا بيلا يا كتبي وبعتي لي. هذه زد مينيسكول كورسيف، تعلموا زد مينيسكول كورسيف. هيا نزيدو. زد مينيسكول كورسيف. هاي ليك هكا قربتها لكم مليح باش تشوفوها. هيا كامل ورقه وقلم ويلا نكملوا. زد ماجوسكول سكريبت. زد ماجوسكول سكريبت. نزيدو. بالمناسبه غدوه ان شاء الله حنديروا تقويمه، غدوه ان شاء الله باش نحبس شويه، غدوه ان شاء الله نديروا تقويم ونطلعكم معايا كامل ونشوف لا راجعتوا الدروس تاعكم معايا ولا لا. غدوه ان شاء الله ندير لكم شويه اسئله ونشوف الدروس اللي فاتوا كامل الا دخلوا لكم في راسكم ولا لا. لا غير وجدوا رواحتكم. غدوه ان شاء الله اللايف، غدوه ان شاء الله اللايف هو عباره عن تقويم. هاي ليك زد مينيسكول سكريبت. زد مينيسكول سكريبت. اوكي هام ليك. ها هكا باش تتعلموا تكتبوا ماجوسكول كورسيف، مينيسكول كورسيف، ماجوسكول سكريبت، مينيسكول سكريبت. نكتبوا دوكا زابغ. زابغ معناها الحمار الوحشي، نسيت هنايا هكا زابغ.
زابغ زابغ صح؟ عادو كنكتبو زهرة اللي هو اسمها زهرة، دوك تتعلم تكتب اسمها زهرة. هاليك زاد ماجيسكول كورسيف الا زهرة زهرة. شوفوا شحال شابه كي تكتبوها، كي تكتبوها بالمقاييس اللي لازم تتعلموها. خلاص زابغ وزهرة. هيا دوكا نقراو لي سيلاب. زاد ا ز، زاد او زو، زاد ي زو، زاد اي زي، زاد ا ز، زاد اي زي، زاد يغريك زي. هيا نقراو زا زو زو زي زو زي زي. خلاص سي بون، روحوا للتمارين. اونتور جونتور معناها احيط، جونتور لي لاتر كي فون لو زاد، يعني وين نسيبو زاد نحيطو عليها. هذه زاد لا، هذه اس لا لا، هذه زاد، هذه زد نعم نحيط عليها. اسمحوا لي اسمحوا لي، هاي ليك زد واحد اخرى نزيدو. هذه زد لا لا، هذه زد نعم، اسمحوا لي على الفوضى الله غالب. هذه زد لا لا، هذه زد لا، هذه زد نعم، هذه زد لا لا، هذه زد. اوكي خلاص سي بون، كملنا هذه. واش نزيدو واش نزيدو، نكملو التمارين تاعنا منا. هيا نكملو، قلت لكم التمارين تاع الاس. ايه ما كملناش التمارين تاع الاس اليوم، هاو مانيش مليحه اليوم، ما كملناش التمارين تاع الاس ولادي. شوفوا التمارين تاع الاس كامل ما كملتهمش. شوفوا هاي نكملوا الزاد هادية ومن بعد نعاودوا نولوا التمارين تاع الاس. ما كملتش التمارين تاع الاس، هاي نكملوا. جون كادر لا سيلاب كون جونتون زاد بوي جولي، يعني نديروا في اطار لا سيلاب اللي فيها زاد. سيلاب سيلاب معناها مقطع صوتي، يعني ماشي تروحوا ديروا لي هادي برك عليها زاد برك، لا لا، لازم مقطع صوتي، لازم نزيدو لو فويال وحده. لي زاغ لي زاغ، زي غو زي غو، هاي ليك لا سيلاب هي زي. لوا زو، وسمعتو السيلاب هي زو، لوا زو. بصح هو واش قال لك كون جونطون لو زاد، يعني كي نسمعوه هي صح ما كاشو هنايا بصح نطقناه باسكو سمعناه، سمعنا زو لوا زو. لو زيبغ لو زيبغ، ديرو هكا زاد. انا غلط غيزون raison eh raison raison blo raison raison نديروها داخل اطار اون زون. 12 12 prison prison معناها السجن. prison هاي ليك زون هي لا سيلاب. magazine زي، هاي ديك لا سيلاب هي زي. ونروحوا لا ديكتي نقراها لكم لا ديكتي وانتم عاودوها. زورو 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 كيما نقولوا له. لا زون لا زون. بازار بازار.
غاز غاز. هادو ما سمعوهم وعاودوا ديروهم املاء. اسمحوا لي ولادي ما كملت لكمش مقبله تمارين تاع الاس، دوكا نديروهم مع بعض ما كملناهمش. اكري اون كورسيف، هذا تاع الاس، هذا تاع حرف الاس نسيتو. اكري اون كورسيف لي زونفون، قلت زون درت لا ليزون باسكو الاس اونتر دو فويال. لي زونفون فون ا لا ميزون. تعلموا تعلموا تكتبوا اون كورسيف بزاف، يجي هذا في الاختبارات. ال ماجوسكول كورسيف لي زونفون، لي زونفون هكا، لي زونفون فون. تعلموا تكتبوها ا لا ميزون، مي زون نطقتها ز ا لا ميزون. تعلموا تكتبوها، هذه راهي سكريبت، شوفوا كيفاش مفرقه، وهذه راهي متلاصقه، لازم تتعلموا بزاف تجي هذه في الاختبارات. كلاس لي مو سويفون دون لو تابلو، عندنا ان تابلو يعني جدول، وانا نعطيكم كلمات وانتم تقولوا لي الى اس ولا زد. يا اخي اذا اس ولا زد، هيا سافون اس، سافون بلوزون، بلوزون نحطوها هنا بلوزون. اورس هنا اورس. بوازون هنا بوازون. نكملو فيزيت زا فيزيت فيزيت. هاد الكلمات تعطوهم لهم وحطو لهم جدول يحطوهم. فيتاس سا هنا فيتاس. ماسك ماسك. اغدواز زا اغدواز. اسكارغو اسكارغو اللي هو الحلزون. اسكارغو. شاز هنا شاز اللي هي الكرسي. شاز. اوزين اوزين مصنع اوزين. اوزين هنا حرف الزاد. اعطوا لهم هاد الكلمات حطوهم لهم كامل وهما ينطقوا يحاولوا ينطقوا ويشوفوا اس كاين دو فويال ولا لا، لا اسك تنطقت زاد ولا اس. يا اخي هذا ما كان، اسمحوا لي على البعثره هذه اللي كانت. بارك الله فيكم اللي شاهدتوني اليوم وتبعتوا معايا، ان شاء الله يكون الدرس واضح. اللي ما فهمش يدخل القناه تاعي دروس وملخصات تمهله، راح يلقى الدروس من الصفر. مام هذا اللايف راح نسجله ونخليه في الصفحه ونزيد نديه نحطوه في القناه تاعي في اليوتيوب. غدوه ان شاء الله حضروا رواحتكم، غدوه ان شاء الله حيكون تقويم ان شاء الله، تمارين تقويمات ونطلعكم بالواحد كيما مالفا. وما تزعفوش عليا بيان سور، لا ما طلعش كاش واحد ولا كيما مالفين، ما تزعفوش، كل واحد ودالته وكل واحد الله غالب، ما نقدرش نطلعكم كامل على الضربه بالواحد. غدوه ان شاء الله الموعد تاعنا على 8 ونص ان شاء الله، وجدوا رواحتكم وان شاء الله تكونوا فهمتوا مليح الدروس اللي سبقت، والدرس هذا عاودوا شوفوهم كامل وعاودوا راجعوهم. غدوه ان شاء الله راح يكون تقويم. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.